السلام عليكم حبايبي طلاب وطالبات الصف السادس اعدادي طلاب اليوتيوب الابطال ان شاء الله يا ربي كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه رجعنا بمحاضره جديده من سلسله محاضرات الفصل الاول محاضرتنا اليوم هي المحاضره رقم 16 ان شاء الله في المحاضره السابقه اخذنا المسائل وطينا ملاحظات عن الربط بين الدلتا اتش ار نوت والدلتا اس ار نوت والدلتا جي ار نوت هاي الملاحظات اللي البارحة حطيتكم اياها او المحاضره السابقه اللي حطيتكم اياها راح ارجع اعيدها اليوم مين يعني ايضا راح نستخدمها بحل مسائل اليوم اللي راح نشرحها هنا ان شاء الله قبل لا اشرح لك المحاضره لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جديد ونشر المقطع يا جماعتكم واصدقائكم لان زكاه العلم هو نشره اعيد واكرر بعد نهايه كل محاضره اشرحها باليوتيوب انزلها بي دي اف على قناتي بالتليجرام معرف القناه ظاهر اسفل الشاشه وكذلك رابط القناه موجود في صندوق الوصف. نقول يا الله ارجع اعطيك الملاحظات احنا محاضرتنا مال البارحه او المحاضره السابقه ومحاضره اليوم هي شنو ربط؟ ربط راح يكون بين من اللي هي الاسئله الثلاث اللي هي دلتا جي ار نوت يساوي دلتا اتش ار نوت ناقصا سي دلتا اس ار نوت الاسئله الثلاثه اللي هي راح تكون ربط بين الدلتا جي ار نوت والدلتا اتش ار نوت والدلتا اس ار نوت بالاسئله الثلاثه من يعطيك السؤال دائما دائما تكون في الظروف القياسيه طلاب ملاحظه راح اسجلك هنا اكتب هاي الملاحظه الظروف القياسية هي خمسة وعشرين درجة سيليزية وضغط واحد اتموسفير هو شي يعطيك؟ يعطيك درجة الحرارة بالوحدة السيليزية لازم انت تحولها بالكلفن شلون تحولها بالكلفن؟ تقول تي بوحدة الكلفن تساوي لي درجة الحرارة السيليزية زاد ميتين وثلاثة وسبعين ودرجة الحرارة بالظروف القياسية هي 25 زائد 273 دائما راح يطلع لك الناتج 298 وأيضا و.. و.. تكتب الوحدة مالتة كلفن لا تنساها ضروري تكتب الوحدة ماشي هذا راح تحتاجه الملاحظة اللي بعتي اللي راح نحتاجها اليوم هاي الملاحظة شو تقول؟ تقول انثالبي تكوين وانثالبي اللي هي دلتا جي اف نوتس وانثالبي التكوين اللي هي هي دلتا اتش اف نوتس للعناصر الحرة و ال O2 و ال 2 تساوي لي صفر هاي الملاحظة راح تحتاجها ارجع لك على هذا القانون دلتا جي ار يساوي دلتا اتش ار نوت ناقص تي دلتا اس ار نوت شوف يا اما يقول لك طلع لي دلتا جي ار نوت راح يعطيك دلتا اتش ار نوت ويديك التي شون تطلع التي تحولها سي زي الى كلفن والدلتا الاس ار نوت هم يعطيك اياها اوكي اذا أريد يخبث وياك ابو الوزاري يصعبها عليك اذا أريد يصعبها ما يعطيك الدلتا اتش ار نوت الدلتا اتش ار نوت شلون تطلعها اذا ما اعطاك اياها الدلتا اتش ار نوت شلون تطلعها مجموع ان دلتا اتش اف نوت للنواتج ناقص مجموع ان دلتا اتش اف نوت للمتفاعلات. اذا ما اعطاك دلتا اتش ار نوت راح أطلعها من هنا. من ما يعطيك الدلتا اتش ار نوت راح يعطيك قيم دلتا اتش اف نوت اذا ما اعطاك زين. اذا ما انطاك الدلتا اس ار نوت شلون تطلع الدلتا اس ار نوت الدلتا الدلتا اس ار نوت شلون تطلعها تساوي لي مجموع ان اس نوت للنواتج ناقص مجموع ان اس نوت للمتفاعلات زين مرات هو يعطيك الدلتا اس ار نوتس والتي تعرفها والداتا اتش ار نوت يعطيك اياها وش يريد يريد من عندك دلتا جي اف نوتس اذا أراد من عندي عندما نقول ملاحظه عندما يطلب في السؤال دلتا جي اف نوت نستخدم القانون الآتي اللي هو يا هو اللي هو هذا دلتا GR ار نوت تساوي لي سميشن ان الدلتا جي اف نوت للنواتج ناقص summation ان الدلتا جي اف نوت للمتفاعلات كم قانون صار عندي؟ كلية انت ماخذهم تعرفهم حال عليهم امثلة اوكي زين ارجع الاسئلة الثلاثة ربط دلتا اتش ار نوت دلتا اس ار نوت ودلتا جي ار نوت اذا ما اعطاك الدلتا اتش ار نوت تطلعها من هذا القانون دلتا اتش ار نوت مجموع ان في الدلتا اتش اف نوت للنواتج ناقص مجموع ان في الدلتا اتش اف نوت للمتفاعلات اذا صبت ما صارت هوس خلي اشيله اذا ما طاك دلتا اس ار نوت جاهزه طلعها من أنا. مجموع ان في الاس نوت النواتج ناقص مجموع ان في الاس نوت بالمتفاعلات عندما يطلب في السؤال دلتا اتش اف نوت اذا راد من عندي دلتا جي اف نوت عفوا راح تستخدم هذا القانون اللي هو دلتا جي ار نوت تساوي لي summation n في الدلتا اتش اف نوت للنواتج ناقص summation يعني مجموع n في الدلتا HF اف نوت للمتفاعلات اخذ لك مثال اخذ مثال 13 يقول التفاعل الاتي سي 2 h 5 oh اتش 3 o 2 يعطيني 2 co 2 زائد 3 h 2 o مطيني هاي المعلومات مطيني كل ماده من مواد المتفاعله والناتجه قيم الدلتا مالتها وقيم الدلتا اتش اف نوت مالته وقيم الانتروبي مالته الاس نوت رايت اول شيء احسب الدلتا اتش اف نوت الف دلتا اتش ار نوت عفوا دلتا اتش ار نوت رايت من عندي ما دام مطيني قيم دلتا اتش اف نوت اقدر احسب دلتا اتش ار نوت من يا قانون استخدمه هذا القانون دلتا اتش ار نوت تساوي لي مجموع ان في الدلتا اتش اف نوت للمتفاعل للنواتج ناقص مجموع ان في الدلتا اتش اف نوت للمتفاعلات نقلب الصفحة الثانية هسه اقول له يساوي لي افتح قوس للنواتج ناقص افتح لي قوس للمتفاعلات النواتج كم مول عندي CO2 مولين اثنين في co 2 ايش قد؟ سالب 394 زائد الH2O 3 مولات الH2O ايش قد معطيني اياها سالب 289 286 ناقصا المتفاعلات كم مول مول واحد ايش قد قيمته؟ سالب 208 و70 الأوكسجين ثلاثة الاو ايش قد صفر زين يساوي افتح القوس اثنين في اربعة ثمانية ادخل الاثنين على القوس اثنين في تسعة ثمانية،, ثمانية باليد واحد اثنين في ثلاثة ستة واحد سبعة والاشارة مالتي سالبة اوكي شوف هنا زائد ناقص راح يصير ناقص ادخل الثلاثه على القوس، ثلاثه في سته ثمانية ثمانية باليد واحد، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، وواحد خمسة وعشرين، خمسة باليد اثنين، ثلاثة في اثنين سته، واثنين ثمانية، أسد القوس ناقصاً، هنا الإشارة ناقص بناقص راح يصير موجبة، ميتين وثمانية وسبعين وهذا صفر، اوكي؟

وستة وأربعين ماشي زائدا ميتين وثمانية وسبعين ويساوي إشارتين مختلفة تطرح الإشارة الكبيرة إذا إشارة سالبة هسه راح أطرح ألف وستمية وستة وأربعين ناقصا ميتين وثمانية وسبعين أطرح ستة هاي ثلاثة صفر 16 ناقص 8 8 3 ما يصير 13 هاي يصير 5 13 ناقص 7 6 و5 ناقص 2 3 والواحد ينزل 1368 8 و60 الوحده مالتي هي شنو؟ كيلو جول على المول الوحده مالتي هي كيلو جول على المول خلنا نمسح هذا هذا المطلب الاول المطلب الثاني رايد دلتا اس ار نوت ما رايد دلتا اس ار نوت ومعطيني قيم الاس نوت اقدر احسبها شلون احسبها من هذا القانون دلتا اس ار نوت تساوي لي سميشن ان في اس نوت للنواتج ناقصا سميشن ان في الاس نوت اجي اجيبه أجيب. هيساوي okay. لي افتح قوس للنواتج ناقص القوس اجي اجعل النواتج 2 CO2 مولين 2 CO2 ايش جت معطيني اياها CO2 214 زائد ال H2O ثلاث مولات ايش قد ال H2O مطيني اياها 70 ناقصا إنه المتفاعلات واحد مول ايش قد ال C2H5OH 161 زائدا ثلاثة الاكسجين ايش قد مطيني اياه 200 و 205 سد القوس ويساوي افتح قوس اثنين في اربعة ثمانية ادخل الاثنين على القوس اثنين في واحد اثنين 2 في اثنين اربعة زائدة ثلاثة في سبعين ثلاثة في صفر صفر وثلاثة في سبعة واحد وعشرين ناقصا مية واحد وستين زائدا القوس زائد ثلاثة دخل ثلاثة على القوس ثلاثة في خمسة خمستاش خمسة باليد واحد ثلاثة في صفر صفر واحد ينزل ثلاثة في اثنين ستة ويساوي أسرع حجم هذول أربعمية ثمانية وعشرين زائد ميتين وعشرة أجمعهم ثمانية ثلاثة ستة يطلع لي ستمية وثمانية وثلاثين إشارة ناقصة نعم أوكي زين مية واحد وستين زائد ستمية وخمسطعش مية واحد وستين ستة سبعة آه سبعة ستة سبعة سبعة إذا يطلع لي سبعة سبعة ستة هسه راح شنو؟ تطرح الشارع الكبير سالب تطرح سبعمية ستة وسبعين ناقصا ستمية ستة وثلاثين ستمية وثمانية وثلاثين عفوا زين ما يصير يصير 16 قد ايه يصير 6 16 ناقص 8 8 6 ناقص 3 3 7 ناقص 6 1 يطلع لي 138 زين وحدتها شنو؟ باو احنا شنو نعطيك اياها الوحدات؟ جول على كلفن في مول جول على كلفن في مول انتبه لي دائما دائما بالاسئله الثلاثه الربط نحول وحده الدلتا اس ار نوت ميل من جول حولها من جول على كيلفن في مول الى كيلو جول على كيلفن في مول ليش هسا اقول لك ليش انا السبب قلت له بذيك المحاضره وهسا راح اعيدك اياه من نوصل هسا راح شنو قلنا نحول نحول وحده الجول على كلفن في مول الى وحدة كيلو جول على كلفن في مول خلي اجي احولها دلتا اس ار نوت اللي هاي طلعتها سالب مية وثمانية وثلاثين وثمان. بوحدة الكيلو جول على كلفن في مول اوكي تساوي لي سالب مية وثمانية وثلاثين والوحدة مالتي هي شنو جول على كلفن في مول اوكي في اني من اريد احول وحدة صغيرة جول الى وحدة كبيرة كيلو جول اقسم على ايش قد؟ اقسم على الف اذا اقسمها على الف تقسم على واحد كيلو جول على الف جول الجول يروح ويا الجول يختصر ويساوي لي سالب 138 تقسيم الف يطلع لك سالب 0.138 138 واحد كيلو جول على كلفن في مول هسه اني حولتها اوكي حولتها هسه اقول لك ليش انا حولتها اقول لك على السبب بعد ذلك تحل جيم جيم شو يقول لك؟ طلع لي الدلتا جي ار نوت مين اطلعه؟ اذا اريد احسب الدلتا جي ار نوت شلون؟ باو عليه الدلتا جي ار نوت اقدر احسبها مين؟ من دلتا اتش ناقصا T دلتا S R نوت وأقدر أحسبها من الدلتا G R نوت تساوي لي مجموع N دلتا G F نوت نا... للنواتج ناقصا مجموع N دلتا G F نوت للمتفاعلات أوكي اقدر احسب الدلتا جي ار منا ومنا زين اذا اريد احسبه من هنا دلتا جي ار نوت لازم ايش عندي قيم دلتا جي اف نوت بالسؤال عندي قيم دلتا جي اف نوت ما عندي ما اقدر اذا ما اقدر استخدم هذا القانون استبعده راح استخدم هذا ليش لان يعني الدلتا اتش ار نوت اكتب عدد دلتا اتش ار نوت ناقص تي دلتا اس ار نوت دلتا اتش ار نوت طلعتها انا الخطوه الاولى ودلتا اس ار نوت طلعتها هسه انا بقت لي بس التي لازم اطلع التي اقول له التي بوحده الكلفن تساوي 25 درجه سيليزيه زائد 273 يطلع لي 298 استاذ هو ليش 25 ايش معنى 25 ايش قال لك بالسؤال ذاك لك في الظروف القياسيه طبعا هنا آه ما بكمله في الظروف القياسيه يكتب لك الظروف القياسيه قلنا هي شنو الظروف القياسيه 25 درجه سيليزيه والضغط 1 اتموسفير ولازم انا احوله من سيليزي الى كلفن يصير 298 اوكي 298 كلفن ويساوي لي دلتا جي ار نوت انا هذا دلتا اتش ار نوت ايش قد طلعته سالب الف وثلاثمية وثمانية وستين واكتب الوحدة مالته كيلو جول على المول ناقصا التي ايش قد ميتين وثمانية وتسعين ولا تنسى الوحدة مالته كلفن تفتح قوس للدلتا اس ار نوت ايش قد طلعتها بعد ما حولته سالب صفر بوينت واحد ثلاثة والوحدة مالتي هي كيلو جول على كلفن في مول ماشي سد القوس باوع لهنا ليش قلت لك تكتب الوحدات حتى الكلفن الطقه ويا الكلفن راح بقت لك كيلو جول على المول وهنا كيلو جول على المول تقدر تجري عمليه حسابيه طرح جمع بينما لو كانت مثلا هاي كيلو جول على كلفن في مول وهاي وحدتها كيلو جول على المول ما تقدر لا تضر لا تجمع ولا تطرح لذلك شنو حولنا درجه الحراره ما دام هو سيريزيه من حوّلها تحولها 298 وتكتب الوحده مالتها حتى تختصرها اوكي احنا حولنا الدلتا اس ار نوت للكيلو جول على كلفن في مول ليش؟ لان يعني هي اذا كانت جول على مول بعد ما اختصرت الكلفن ما تقدر تجمع او تطرح ويا الكيلوجول على المول وحدات مختلفه ما يصير. فهمت زين. ويساوي سالب 1368 كيلوجول على المول، انزلها ناقصا اشاره ناقص بناقص تصير موجب. هسه تجي تضرب لي.

هسه اجمعهم اربعة ثمانية باربعة عشر اثنين باليد واحد واحد بتسعة عشرة بثمانية 8 بثلاثة اه, واحد وعشرين واحد باليد اثنين اوكي واحد باليد اثنين اثنين بثمانية عشرة بتسعة تسعة عشر اه, اه, واحد وعشرين واحد باليد اثنين اربعة اذا الناتج مالتك راح يطلع لك أربعة واحد واحد اثنين أربعة ما استحسب ايش كم فارزة بعد الفارزة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هنا البوينت راح يصير عندك والوحدة مالتك هي شنو كيلو جول على المول هسه شنو سالب وموجب ويساوي تطرح والإشارة الكبيرة إشارة سالبة أوكي تجي تطرح ألف وثلاثمية وثمانية وستين ناقصا واحد وأربعين بوت اثنين أربعة ماشي أوحد هاي صفر صفر ما يصير عشرة ناقص طبعا هاي تسعة هاي سبعة صير عشرة ناقص أربعة ستة تسعة ناقص اثنين سبعة فارزة سبعة ناقص واحد ستة ستة ناقص أربعة اثنين ثلاثة واحد يطلع لك الف وثلاثمية وستة وعشرين سبعة ستة وما انسى الوحدة مالتي هي كيلو جول على المول هذا هو حل السؤال ماشي عيد رايد دلتا اتش ار نوتس احسب الدلتا اتش ار نوتس من هذا القانون بعد هي اطلع له الدلتا اس ار نوت من هذا القانون بعد هي لازم احول دلتا اس ار نوت من وحده الجول على الكلفن في مول احولها الى الكيلو جول ليش حتى اقدر اجمع واطرح ويا الدلتا اتش ار نوت بعدين درجه الحراره احولها من سيليزيا الى كلفن بعدين اقول له دلتا جي ار نوت تساوي دلتا اتش ار نوت ناقص تي دلتا اس ار نوت وعمليه رياضيه ماشي هذا بالنسبه لهذا المثال اخذ مثال اخر التفاعل الاتي 2H2 O2 2H2O احسب قيمه التغير في الانتروبي دلتا اس نوت بوحده الجول على الكلفن في مول انتبه رأيتها بوحده الجول وأن قيمه دلتا اتش اف نوت للH2O معطيني اياها وقيمه دلتا جي اف نوت للH2O هم معطيني اياها مطيني ما دام معطيني دلتا اتش اف نوت لازم احسب دلتا اتش ار نوت ومادام مطيني دلتا جي اف نوت لازم احسب دلتا جي ار نوت من احسب الدلتا جي ار نوت ومن احسب الدلتا اتش ار نوت يلا اقدر احسب الدلتا اس ار نوت لان يعني الدلتا اس ار نوت اذا اريد احسبها بهذا القانون وينها الدلتا اس ار نوت اذا اريد احسبها بالقانون لازم يعطيني قيم الاس نوت للمواد الداخله والخارجه من التفاعل هو مو معطيني اياها يعني. فلازم احسب الدلتا اس ار نوت مين من هذا القانون هذا القانون دلتا اس ار نوت مين احسبها من هنا لازم احسب التي التي سهله 25 درجه سيريزية احولها لازم احسب الدلتا اتش ار نوت واحسب الدلتا جي ار نوت اوكي اذا ابدي بالدلتا اتش ار نوت احسب الدلتا اتش ار نوت اقول له دلتا H ار نوت يساويني مجموع ان في الدلتا في الدلتا اتش اف نوت للنواتج ناقص مجموع ان في الدلتا HF نوت المتفاعلات ويساوي لي قوس للنواتج قوس صغير زائد ناقصا قوس كبير المتفاعلات اوكي زين النواتج ايش قيد كمون عندي الH2O2 في دلتا Hf نوت للH2O ايش قيد 2 ايش قيد معطينيها سالب 242 زين الهيدروجين ايش كم مول 2 الدلتا Hf نوت للهيدروجين ما معطيني اياها انت لازم تعرفه ايش قلت لك انثالي بالتكوين الدلتا اتش اف نوت وانثالي بالدلتا جي اه جي اف نوت للعناصر الحره والاوكسجين والهيدروجين ايش قد تساوي صفر ارجع يعني اضربها في ايش قد في صفر زائدا الاوكسجين مول واحد ايش قد صفر ويساوي لي 2 في 2 4 2 في 4 8 و2 في 2 4 والاشاره سالبه وهذا كليته يهمني كليته راح يصير صفر اذا سالب 484 والوحده مالتي كيلو جول على المول هسه انا حسبت الدلتا اه اتش ار نوت ارجع احسب الدلتا جي اف نوت ولا دلتا جي ار نوت تساوي لي الدل عفوا يساوي لي ساميشن مجموع ان دلتا جي اف نوت نواتج ناقص مجموع ان دلتا جي اف نوت متفاعلات حلو حلوين ويساوي لي قوس نواتج وقوس متفاعلات طيب النواتج كم مول اتش 2 o 2 ايش قد الدلتا جي اف نوت من الطين مالتي سالب 228 زين الهيدروجين مولين ايش قد دلتا جي اف نوت مالتها قلنا صفر زائدا صفر ويساوي لي 2 في 8 16 6 باليد 1 2 في 2 4 1 5 و2 في 2 4 والإشارة سالبه الوحدة مالتي كيلو جول على المول ماشي انتهينا من هذا زين هسه اقدر احسب دلتا اس ار نوت؟ اي اقدر احسب دلتا اس ار نوت بس قبلها شغيله بسيطه عندي حول لازم تحول تكتب لها بالدفتر تتنقص تي وحدة الكلفن تساوي لي 25 درجة سيليزية زائد 200، 273 يطلع لي 298. اكتب لي الوحدة كلفن. هسة اني اقدر احسب، اقدر احسب، قول وياي، الدلتا اس ار نوت، شلون احسبها؟ اقول له دلتا جي ار نوت تساوي دلتا اتش ار نوت ناقصا تي دلتا اس ار نوت اوكي اريد احسب الدلتا اس ار نوت هي مجهوله اقول له دلتا جي ار نوت هاي شارتها موجبه تروح ورا ورا اللي يساوي ايش يصير سالب دلتا اتش ار نوت ويساوي لي سالب تي دلتا اس ار نوت اوكي زين او شو تسوي تقدر هيك تسوي تنقل التي سالب تي دلتا اس ار نوت ورا اليسار يصير تي دلتا اس ار نوت سالب النقل صار موجب ويساوي لي دلتا اتش ار نوت هذا راح ينقل يصير سالب دلتا جي ار نوت اوكي يعني انا اريد احسب الدلتا اس ار نوت اقول دلتا اس ار نوت تساوي خط كسر المضروب وياه ينزل بالمقام التي، وهنا دلتا اتش ار نوت ناقص دلتا جي ار نوت البقيه تنزل الارقام دلتا اتش ار نوت ايش قد طلعتها

ووحدتها هي شنو؟ كيلو جول المول. يعني لأن وحدة هنا كيلو جول المول على 298 كلفن. هسه تيجي تقسم 28 تقسيم 298. 98. 28 عفوا تقسيم 298 90. ما يصير اخلي صفر اصعد فارزة، ما يصير اخلي صفر اصعد صفر. هي تسعة. تسعة في ثمانية اثنين وسبعين. تسعة في ثمانية اثنين وسبعين. اثنين باليد سبعة. تسعة في تسعة واحد وثمانين. بسبعة ثمانية وثمانين. ثمانية باليد ثمانية. تسعة في اثنين ثمانية بثمانية عشرين ستة وعشرين تطرح حسنا ما يصير عشرة تسعة سبعة عشرة ناقص اثنين ثمانية وتسعة ناقص ثمانية واحد وسبعة ناقص ستة واحد مية وثمانية ما يصير أخلي الصفر ما تتقسم

4 في 9 36 ب 3 9 9 باليد 3 4 في 2 8 ب 3 11 لو تشوف 1180 ناقص 1192 ما يصير لازم تجي تاخذها تاخذها هنا على 3 بس من تاخذها على 3 راح يطلع لك ارقام هنا الى اخره فهاي ال 3 نقربها قد مسويها؟ مسويها 4 اوكي؟ إذن صفر بوينت طلع لي صفر بوينت صفر تسعة أربعة والوحدة مالتها باو كيلو جول على كلفن في مول ليش لأن مقام من مقام باسط الكلفن يصعد فوق كيلو جول على كلفن في مول ماشي زين خلنا ناخذ البنفسجي انتبه لي على السؤال رايده بيمن رايده بوحده الجول على الكلفن في مول انا ايش قد طلعت بها وحده كيلو جول على كلفن في مول فتحول له له لأ دلتا اس ار نوت بوحده الجول بوحده الجول على الكلفن في مول تساوي لي ايش قد هي طلعت الصفر طبعا سالب سالب طبعا نسي. سالب سالب ها آه. يطلع يلا يلا نغير ناخذ اصفر يلا دلتا اس ار نوت بوحده الجول على الكلفن في المول اوكي تساوي لي طبعا هنا سالب صفر بوينت صفر تسعة اربعة صفر سالب صفر بوينت صفر تسعة اربعة كيلو جول على كلفن في مول اوكي اضربها في من من اريد احولها وحدة كبيرة الى صغيرة اضربها في ألف ألف جول اوكي ويساوي لي آه راح يطلع لك سالب أربعة وتسعين جول على كلفن في مول وكان الله يحب المحسنين هذا هو حل السؤال بس شوية دير بالك بالرياضيات تغلط بالطرح والقسمة والزائد والناقص اخذ مثال واحد بقه ادري بيكم طولت عليكم ونختم بها المحاضرة جد قيمه دلتا جي ار نوتس للتفاعل الاتي مطيني هذا التفاعل ودي يقول لي يابا هذا التفاعل يجري ظروف قياسيه يعني عرفت تي جت 298 اوكي معناه مطيق قيم دلتا اتش اف نوتس مطيق قيم اس نوتس ما دام قيم دلتا اتش اف نوت انت ملزم تطلع دلتا اتش نوتس مطيني مطيني الاس نوت انت ملزم تطلع دلتا اس ار نوتس اوكي ويريد الدلتا جي ار نوت مبين دلتا جي ار نوت سو دلتا اتش ار نوت ناقص تي دلتا اس ار نوت راح يصير ربط بس بالبدايه لازم نطلع الدلتا اتش ار نوت زين اقول له دلتا اتش ار نوت تساوي اكتب القانون لا تتعجز من عنده ايش تنقص عليه من الوزاري مجموع ان دلتا اتش اف نوت للنواتج ناقص مجموع ان الدلتا اتش اف نوت للمتفاعلات ماشي زين ويساوي قوس للنواتج ناقص مع القانون قوس للمتفاعلات يابه. الناتج مالتك 2CO2 مولين يعني 2 في فيه. الدلتا اتش اف نوت للCO2 قد مطيني اياه؟ سالب 393 بس إلا بوينت خمسة سويها بلعب لها. أوكي 2 CO 2 مول الCO جد مطليني إياها سالب 110 بوينت خمسة سالب 110 بوينت خمسة O2 قلنا صفر أوكي O2 أو قلنا صفر قيم من الثالب والطاقة الحرة القيم الثالثه والطاقه الحره للعناصر في الحاله القياسيه هي تساوي 9 وصفر في حالتها القياسيه 9 وصفر زين ويساوي افتح القوس ادخل الاثنين على القوس 2 في 5 10 صفر باليد واحد 2 في 3 6 وواحد عندي 7 2 في 9 18 8 باليد واحد 2 في 3 6 وواحد 7 وعندي فارز هنا، إذا الصفر راح ينحذف، اوكي؟ سالب 787 ناقصاً، أو خلي أشيل القوس، لأن ماكو داعي، سالب 787، 87، وثمانين. وثمانين. شوف هنا ناقص بناقص موجب، اثنين اه في 110.5، يعني نقول اثنين، اه في 110 يطلع لك 220 ونصين، 221. بيساوي. تطرح الاشارة للكبير سبعمية سبعة وثمانين. نكمل منتجك لأن نطرح الاشارة للكبير سبعمية وسبعة وثمانين ناقصا مئتين واحد وعشرين. اطرح طبعا ستة ثمانية ناقص اثنين ستة سبعة ناقصا اثنين خمسة خمسمية وستة وستين. 566 طلع لي 566 كيلو جول على المول حلو زين بعد ذلك اطلع الدلتا اس ار نوت دلتا اس ار نوت تساوي لي مجموع ان اس نوت نواتج ناقص مجموع اس نوت متفاعلات ويساوي قوس نواتج ناقصا مال القانون قوس متفاعلات زين النواتج اثنين قلنا co او 2 شكد معطيني اس نوت مالتها 214 زين 2 سي او 2 سي او جيت اس نوت مالتها 198 زائده الاوتو الاوتو مول واحد الاوتو شقد معطيني اياه 205 ويساوي لي ادخل اثنين على القوس اثنين في اربعة ثمانية و في واحد اثنين و في اثنين اربعة اوكي اه ناقصا ادخل لي قوس ناقص

396 زائد 205 أجمعهم 396 زائد 205 11 1 باليد واحد 10 صفر باليد واحد 6 601 يطلع لي 601 يطلع لك إن 601 ويساوي لي احنا خلينا نكتبه هسه راح تطرح والاشاره الكبيره إشارة سالبة راح تطلع عندي وتطلع ستمية وواحد أربعمية وثمانية وعشرين ما يصير هاي تسعة هاي خمسة 11 ناقص ثمانية ثلاثة تسعة ناقص اثنين ستة ثمانية لا سبعة عفوا سبعة خمسة ناقص أربعة واحد يطلع لك سالب مية وثلاثة وسبعين والوحدة مالتي شنو هي؟ بار... هي ايش معطيك الوحدة؟ جول على كلفن في مول جول على كلفن في مول ماشي؟ لا اضطرها طلعت هسه دلتا اتش ار نوت وطلعت الدلتا اس ار نوت بقالي فقط احسب الدلتا جي ار نوت قبل لا احسب الدلتا جي ار نوت لازم اني شسوي؟ احول درجة الحرارة تي لي كلفن خمسة وعشرين زائد ميتين وثلاثة وسبعين ميتين وثمانية وتسعين اترجع تكتب الكيلفن الكي. اوكي؟ لان يعني حتى تطيرها تختصرها هسه راح شو تسوي بعد ذلك؟ نقول دلتا جي ار نوت يساوي لي دلتا اتش ار نوت ناقص عن تي دلتا اس ار نوت الدلتا جي ار نوت انا اريد احسبه هو قايل لي احسبه الدلتا اتش ار نوت طلعتها سالب خمسمية وستة وستين كيلو جول على المول حلوين حلوين ناقصا التي 298 الوحدة مالتها كلفن افتح لي قوس للدلتا اس ار نوت ايش قد طلعتها سالب 173 جول على كلفن في مول زين هذا الحكي صحيح؟ لا تدري ليش؟ انا تعمدت كتبته هيجي بربك بعد ما تضرب هاي بهاي راح تقدر تجمع وتطرح ويا هذا لا هذا كيلو جول هذا جول فلازم الدلتا اس ار نوت دائما طلاب الدلتا اس ار نوت تحول الى وحده الكيلو جول اذا لازم احول دلتا اس ار نوت الى وحده الكيلو جول هذا انزله ليش؟ تحولها يقول دلتا اس ار نوت بوحدة الكيلو جول على الكلفن في مول تساوي لي ايش سالب 173 كيلو آه جول عفوا جول جول على كلفن في مول في واحد كيلو جول على ألف جول جول ويجول الطقة يروح أوكي زين ويساوي لي سالب صفر بوينت واحد سبعة ثلاثة كيلو جول على كلفن في مول ماشي ويساوي الدلتا اتش ار نوت قلنا سالب خمسمية ستة وستين كيلو جول على كلفن في مول ناقصا ميتين وثمانية وتسعين كلفن وش قد هنا سالب صفر بوينت واحد سبعة ثلاثة كيلو جول على كيلفن في مول اوكي آه عفوا ايه كيلو جول على كيلفن في مول زين هسه ش عندك الكيلفن يروح ويا الكيلفن طقيته ويساوي سالب خمسمية وستة وستين كيلو جول على المول. ناقص بناقص موجب أضرب ميتين وثمانية وتسعين في مية وسبعة وثلاثين تضرب تطلع لك جيد بلا لك حتى ما أطول عليك ميتين وثمانية وتسعين تطلع لك واحد وخمسين بوينت خمسة خمسة أربعة كيلو جول المول ويساوي إشارتين مختلفين تطرح الإشارة كبيرة يعني ناقص هسه تجي تطرح خمسمية ستة وستين ناقصا واحد وخمسين بوينت خمسة خمسة أربعة صفر توحدهن تطرح ما يصير عشرة تسعة تسعة خمسة عشرة ناقص أربعة ستة تسعة ناقص خمسة أربعة تسعة ناقص خمسة هم أربعة والبوينت تنزل خمسة ناقص واحد أربعة وستة ناقص خمسة واحد والخمسة تنزل إذا يطلع لك خمسمية خمسمية بوينت أربعة أربعة ستة والوحدة مالتك كيلو جول المول اوكي لهنا نكون وصلنا الى نهايه هاي محاضرتنا التقيكم في محاضره جديده مع السلامه